في موضوع آخر، اعتمد ديوان الحج والعمرة مجموعة من التدابير الجديدة تحسبا لموسم الحج المقبل، من شأنها إذا طبقت كما يجب أن تضمن حجا ناجحا للجزائريين. التقرير محمد سعداوي. للتكفل بأكثر من 28 ألف حاج هذه السنة، يحاول ديوان الحج والعمرة بقيادة مديره الجديد التخلص من المشاكل التي تظهر كل موسم وعلى رأسها أماكن المبيت. فبخلاف الخيام في منى التي المشكل فيها مشكل مساحة، اتخذ الديوان جملة من التدابير لحله فيما سواها. بالنسبة للاكتظاظ داخل الغرفة، حاولنا أن نثبت تلك المساحة المقررة للحاج الجزائري 4 أمتار، وبالتالي الحاج الجزائري بإذن الله عز وجل سيجد فسحة في غرفته. يعني من هنا أقول أن الإقامة بمكة قريبة من الحرم، الإجراء الثاني هو تأمين الخيام والمخيمات ب يعني مداومة على مدار الساعة. ومع ذلك أقول ومع ذلك فمشعر منى يبقى ضيق. جانب آخر من الخدمات لطالما أرقت الحجاج الجزائريين، وهو النقص الفادح في التكفل الطبي والإرشاد الديني الذي يضعهم فريسة لبعض دعاة التطرف والغلو، محور كان له من ديوان الحج نصيب من التدبير. في السابق كان الوكالات السياحية بإمكانها أن تختار إماما وتوافق عليه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أما هذه السنة فأن كل المرشدين الدينيين يختارون فقط من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. أقول الانسجام الموجود بين جميع أئمتنا وهذا التوافق في خطابنا الديني من شأنه أن يحصن حجاجنا الميامين من الأفكار الدخيلة، أي فكر متطرف أو غيره. هي حلول وتنظيمات اتخذت ولكنها تبقى نظرية، فهل يستطيع القائمون على خدمة الحجاج تطبيقها؟ وهل سينشغل بال الحاج الجزائري هذه السنة بالتفرغ للعبادة فقط؟